فاطمه سردي دي تعباني من ساعه ما قريت اسمها في الورقه فعلا تعباني. انا شايفه كنت بتبص لها كانها حد تاني وكانها متضايقه منها جدا. عايزه تقول انت عملت فيها كده. هي مبهدلاني. ليه؟ لابساني. طب ساكت. انا خايف تكون تلبستيها. لا هي لبستني. هي انا رفضتها في الاول خالص، ما حبيتهاش ورميت الورق. كل ما اعدي الاقي عيني بتروح على اسم رد، فاقول لها ابعدي عني انا مش حباكي. يا ستي انا مش عايزاكي، حلي عني. فلاقيها بتنطلي في كل حته، بشوفها ماشيه قدامي زي العفريت كده، لغايه لما فضلت تحوم حواليا وقربت مني وراحت لابساني. ايه التشابه بينك وبينها؟ هي انا. هي انت اتحرمت من الميكروفون كتير وهي صوتها حلو، وانا اتحرمت من الميكروفون كتير وانا صوتي حلو، زي الناس بتقول لي يعني. لا انا صوتي حلو ما تقلقيش. فالوجع اللي عند الرد عندي نفس الالم. هي عشان كده هي لما دخلت جوايا كانت نفس المنطقه بتاعت الالم كبيرت على بعضها. ما كناش عارفين نفصل بينكم كتير، يعني في شخصيات كانت تقدر تفصل ما بين الممثل والشخصيه. انت شكلك على المسرح الفصل صعب خالص، وفي البيت انا اولادي يعني لما بشوفك بره وبشوفك جوه وبشوف شكل ابتسامتك اللي هي تبدو شويه مجروحه، يعني ما هياش مباشره كده، قريبه قوي. هي رد. انا لما جيت ابنيها، لما قررت امسك الورقه وحبيت افصل الفستان وابني رد، لقيت نفسي برسم نفسي. رد مش مختلفه عني، ثرثره انا رغايه جدا. طلعونا فاصل. انا مقبر اساسا. انا رغايه، والرغاي حاجه من الاثنين، يا تافه قوي يا عنده مخزون مرعب عايز يطلعه، وانا عندي مخزون كتير. ما صدقت بقى دخلت البار. هي ما حدش بيكلمها. انت كنت مسيطره على خشبه المسرح، انت اللي ما بتغيبيش، بيروحوا وييجوا وانت موجوده رغم صمتي الكتير. بس موجوده. الهلو، الطاقه اللي طول الوقت طالعه دي طاقه. انا اتحبست كتير، انا اتكبت كتير، حتى لما جم يعلموني ودوني كليه بنات، يعني الحياه كلها كبت 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 كبت، وانا جوايا مش بقى متمرده، مارده. فالمارده طول الوقت في القفص. يعني لسه ما عشتيش؟ لا خالص. يعني اخونا الغريب لما دخل والله ما يحلمش اساسا ولا يفكر خالص. انا افضل رد زي ما انا عايزه. وفي الاخر هي غلبانه قوي، يعني هي على قد القشره اللي تبدو غليظه جدا، الا انك لو نقرت عليها كده هتقع، لان هي حد غلبان قوي. في الاخر لما لقيتهم كلهم خايفين من الموت، طب خلاص اروح انا بقى، يعني انا هقعد اعمل ايه؟ ما انا متنيله على عيني. بس لما قربت من المايك لقيت انه في رابط بيربطها بالحياه. طب انا هسيب حبيبي؟ ما هو ده حبيبي. طب ايه؟ طب ما تسيبني، انا هغني لنفسي، انا مش لازم اغني على مسرح، مش لازم حفلات، مش لازم صوتي يبقى فظيع، بس انا خليني في المعلومة، عشان المجهول بالنسبة لي مرعب، القبر مرعب، القبر مجهول، أنا فوق، خليني فوق. فهي كانت صادقة وهي بتقول له خدني، وصادقة وهي بترجع. وصادقة وهي بترجع. يعني الحمد لله بالسلامة، كنا هنفتقدك. لا طبعا.